طبعا في وقعات كوميديه وفي وقعات ماساويه، في وقعات تخوف وفي وقعات تضحك، هنقول ايه؟ بس الانسان يعني هقول لكم انه حظ، ساعات الحظ بيلعب دور، يعني الوقعه دي بتبقى قدر في بعض الاحيان. ما هو يعني مثلا هي بتنط مش متخيله ان هي هتنزل كده بالشكل ده الكوميدي ده، الوقعات ساعات بتبقى من محترفين، يعني ممكن جدا محترفه بتلعب كومباس دي محترفه خلاص وتنزل نازله زي اللي احنا شفناها دي. وفي طبعا وقعات العنق بالذات بتخوفني، انا بتقشعرني يعني، لان الرقبه ممكن وقع فيها رغم تبان بسيطه لكن ممكن تعمل شلل رباعي، كارثه يعني، او تعمل شد جامد جدا في العضلات. الجسم يا جماعه البشري مش قوي، الجسم البشري ضعيف وده لازم نراعيه. الجسم البشري يعني الناس اللي بتتقاوى على نفسها، لا ده انت كلك مبني على شويه عظم مرصوصين منفصلين على فقرات، على غضاريف، والعضلات سهل جدا يحصل فيها تمزقات، سهل جدا. العضله يا جماعه مش نسيج، يعني انت ما بتلعبش على حديد ولا بتلعب على نسيج مكون عظيم الشأن، لا العضله قويه وكل حاجه لكن ممكن في لحظه يحصل فيها تير. في حاجه اسمها طبعا شوف بصوا كل الجسم ده على العمود الفقري ده الرفيع ده، كل الحركات دي والعمود الفقري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل فيه انحناءات عجيبه جدا جدا. فيعني خلي بالكم، انا بقول لكم دايما في التشريح بوريكم التشريح عشان تعرف، وخلق الانسان ضعيفا، فعلا فعلا الانسان ضعيف، ضعيف يا جماعه مش ما فيهاش كلام. وهنعرف النهارده اكتر ازاي نحافظ على نفسنا وازاي نمشي الطريق الصح في الشفاء. حلقه مثيره ومهمه جدا وحوار سيكون ممتعا للغايه مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال، هو طبعا استاذنا الاستاذ دكتور ايمن عنب، استاذ جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والاعصاب وبكليه طب قصر عيني جامعه القاهره وصاحب دبلومه علاج الالم باصلاح فسيولوجيا الجسم. سايتوكين والكولاجين سبب المشاكل الكبيره اللي بتحصل في كل جسمنا. الألم يخدع؟ يخدع، يخدع مين؟ يخدع الدكتور ويخدع المريض نفسه. كل اللي عندهم وجع في ظهرهم معظمهم معاهم دوالي. يعني ايه بقى العقد العضلية؟ هل هي انتشرت ولا هي موجودة واحنا ما كناش عارفينها؟ هي عقد ومعقدة في علاجها. عرق النسا الكاذب، إلى أنهي متى هيكون فخ للمريض وفخ للطبيب؟ كلنا بنعمل جراحة، بس اختيار المريض المناسب للعلاج المناسب. الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة عنوان مهم النهاردة أنت اخترته، الحقيقة عجبني قوي هذا العنوان. دكتور أيمن حط عنوان الحلقة النهاردة اسمه إعادة إطلاق قطار الشفاء مع البي ار بي، حاجه مبدعه جدا. وانا طبعا ما هو قطار الشفاء؟ يعني ايه كلمه القطار؟ يعني عربيات وبتمشي ورا بعضها. صح. الاول بس هحب اقول ان الحلقه دي تعتبر من اهم الحلقات في خلال السنه اللي انا كنت معاك فيها في البرنامج. هنتكلم فيها على حاجات ما كلمناش قبل كده، هنلخص خبره السنه دي بكلمات بسيطه قوي ليها مدلولات كبيره جدا. الجسم فيه زي ما اللي حصلت في الفيديو، اول ما بيحصل اصابه الجسم بيطلع انذار اسمه التصليح. كويس، عشان التصليح يطلع في قطر بيطلع سلاسل ورا بعض، عربيات ورا بعض، مراحل ورا بعض. الطلقه الاولى بتكون مع خروج ماده اسمها السيتوكين، دي الاشارات تعالوا المنطقه دي اديني قطر في المنطقه دي عشان يصلح لي. يبدا يحصل حاجه اسمها التهاب انفلاميشن، تبدا الخلايا تخش، يحصل بروليفريشن، تبدا تفرز مواد اسمها الكولاجين، تبدا ترمم الاصابات، تبدا تلحم العضلات، تبدا بعد كده الانسجه اللي اتكونت تاخد دوره دمويه كامله، الدوره الدمويه كامله تتحول لانسجه جديده، الانسجه الجديده تتظبط حاجه اسمها ريمودلنج على المكان المصاب. ريمودلينج يعني اعاده التكوين او التشكيل. بالظبط زي ما انت شايف اهو، ده القطار ماشي اهو، يبدا المنطقه اللي اتقطعت، المنطقه اللي اتمزقت، المنطقه اللي اتجزعت تبدا تترمم بنفس الانسجه عن طريق افراز ماده الكولاجين، وبعد كده الدوره الدمويه تديها انسجه جديده بقى عشان تعيش معاك على طول. اوكي، وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير، عدة أسابيع، وتكتمل عملية البناء خلال تقريبا سنة.
ترجع الانسجه كويسه جدا. ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده بقى. واذا حصل خلل اثناء عمليه التصليح زي ده البروكولاجين، شايف الفايبر بلاست بتفرز كولاجين، كولاجين ده هو اللي بيبني الانسجه في جسمنا كله، ده غير الكورتيزون طبعا، في فرق بين الكلمتين كبير يعني. كولاجين ده بروتين، الكورتيزون ده هرمون. ده الكولاجين اللي احنا عندنا 4-6% من وزننا كولاجين، ده اللي بيبني العضلات والاربطه والغضاريف والاوتار والجلد كمان. دي حاجة. تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل ايرور يعني خلل أثناء التصليح نتيجة مشاكل كيماوية حصلت، نتيجة ضعف في عملية البناء، سن العيان، مشكلة في الهرمونات، كل ده بيبدأ يوقف إقدار التصليح، مش هيرجع تاني. مشكلته أنه مش هيرجع تاني، هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك، وهتقعد بالإصابة طول عمرك. معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن. أي مسكن في بداية الإصابة بيمنع عملية التصليح أو الكورتيزون، دول أسوأ حاجتين تبدأ بيهم مع الإصابة. دي حاجة. تاني حاجة البي آر بي بيدي لك قطر جديد بفرصة جديدة إنك تخف، بأمل جديد إنك تخف. لأن زي ما اتفقنا إذا عدى القطر مش راجع تاني، وهتفضل طول عمرك مستني يجي ومش هيجي. فالحل إن احنا نعيد تاني عملية التصليح من الأول زي ما الجسم بيعملها لنفسه. فلازم تبدأ تحط له محفزات بناء علشان يبدأ يعمل قطر جديد. دي خلاصة كده فكرة الصفائح الدموية، حقن الصفائح الدموية الغنية بالبلازما. طيب لو قلنا إن أنا عندي حالتين أنت عالجتهم الحالتين. حاله او يعني حالتين انت شفتهم يعني واحده اكيد عالجتها في والحاله الاولى تم علاج الاثنين بيعانوا من انزلاق غضروفي، واحده انت عالجتها باستخدام العلاج التحفظي بالبي ار بي، والثانيه تم التدخل فيها الجراحيا، تم التدخل فيها الاسلوب الجراحي باصلاح جراحي. صحيح. الحالتين دول ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي حاصل في الاثنين؟ صح. يعني لو قارنا تاريخ علاجي للاثنين، انا بتكلم مش بقى ايه الفرق بينهم بس في النتيجه، لا ده انا عايز اشوف ايه اللي جوه بالظبط. الديسيجن ان احنا مين هيعمل عمل قرار، مين هناخده في العمليات ومين هابدا مع العلاج، مع ان الاثنين عندهم غضروف ونفس المنظر في نفس المستوى تقريبا، على حسب قرايب. لا مختلفين. ايوه انا عارف، انا بتكلم على ساعات قرايب. انا بتكلم عموما في العموم، واحنا بنتكلم على حالتين فعلا بنتكلم عليها. صحيح. انا شفت ناس كتيره يعني ممكن الوالده وبنتها، ممكن الاب وابنه او اتنين اخوات، وفي واحد واصل لعمليه واحد لا. على حسب اعراض العيان، على حسب العصب قد ايه مستحمل. تاني احنا مش مقياسنا الاشعه خالص، وده ده ده كلام لكل مريض، احنا مش مقياسنا الاشعه، احنا ما بنقارنش بأشعة ولا بنعالج بأشعة، يعني ما ينفعش تاني برضو ارفع الأشعة واقول العيان ده محتاج عملية ولا لا. دي حالتين. الحالة الأولى اللي هي على الشمال، دي عندها انزلاق غضروفي كبير قوي، شايفه اللي هو خارج بره القناة العصبية، اللي هي على يمين اللي قاعد على الشاشة، اللي على شماله، اللي على شمال اللي قاعد على الشاشة، واللي على يمينه دي حالة تانية. عندها ده برضو انزلاق غضروفي خارج من مكانه. الحالتين عندهم تقريبا غضروف شبه بعض. وفي مقطع بعديها هيبينها قوي قريب قد ايه من العصب. الحالة اللي على اليمين دي حالة عندها غضروف اكبر من الحالة على الشمال، شايفه؟ يعني حتى السودة دي كبيرة قوي خارجة دايس على العصب اليمين. واللي على الشمال ده غضروف حجمه اقل شوية، صغير اهو، داس على العصب اليمين برضه. اللي هو اللي عليه العلامة الحمراء يا جماعة، بين الاسهم. اوكي. اللي على الشمال ده مشكلته ان في نقط كده انا حاططها بالابيض، ده المفصل. مفصل اللي واخد العصب الابيض بين الغضروف وبين المفصل. تمام. شايفه؟ تمام. فالعصب مزنوق، كان زنقه عنيفه جدا، وجوه العمليات شفت انا الاعراض دي حاجه فظيعه. الست يعني ما بتعرفش تنام بالليل، ما بتعرفش تقعد. التاني هرب من الضغط لان عنده القناه العصبيه اوسع شويه، فبعد شويه عن الغضروف، فالعين كويس جدا وهايل جدا. مع ان لو هتشوف الاثنين هتعمل الاثنين عمليات وانت مغمض، وخصوصا اللي خف لوحده ده مغري اكتر لانه غضروفه كبير. بس احنا مالناش علاقه بالاشعه تاني، لينا علاقه بحاجتين، اعراض المريض ايه، وخصوصا اثناء المشي. اما بتختار عيان يعمل عمليه ده عيان بيخف 100% بعد العمليه، اما تختار عيان ملوش عمليه وتعمله ده عيان عمره ما هيخف، وهيقعد يعمل عمليه ورا الثانيه وهيعيش في معاناه طول عمره.
القرار ده ممكن يغير حياة بني آدم، ممكن ينجيه وممكن يغرقه. فلازم تاخد بالك جدا كدكتور قبل ما تاخد القرار ده. لو حد بيكتب ورانا دلوقتي هتقول له ايه مقاييس التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات؟ مقاييس اول حاجه فشل العلاج التحفظي فتره طويله. تاني حاجه عدم القدره على المشي مسافه ربع ساعه نص ساعه. يقعد في الطريق كذا مره خلاص العصب بيعاني. تالت حاجه طبعا الحاله الأسوأ ضمور في عضلات الرجل وسقوط في مشط الرجل. خلاص مشط الرجل عامل كده بيمشي يرفعه هو ماشي الشبشب بيقع منه. رابع حاجه والأسوأ بقى تماما عدم تحكم في البول. بس دي السيدات يخلوا بالهم منها لان دي ساعات ليها جزء في امراض النساء مش من العمود الفقري بس. يعني دايما في دكاتره بترعب العيان تقول له البول هيسبقك تلحق تعمل عمليه خلال 48 ساعه والا انت عارف هيحصل لك ايه. لا كل ده غلط. هي بتمشي بالتدريج. مش اي حد معدي يقول لك انا بلعب كوره والدكتور قال لي كده كده عندك غضروف هتعمل عمليه طب ما تعملها دلوقتي يا اخي وروح اعمل له العمليه. مش دخله في نفق مظلم كمان. وفي حاجه اسمها هتعملها دلوقتي. طب ما بتبان الاعراض نبقى نعملها يعني. يمكن ما تجيش طول عمرك. لا وبعدين غير كده ما هو ممكن هو وهو بيتعمل بقى عمليه الواحد مش محتاج عمليه نعمل احنا بقى مشكله. مضاعفات بقى. مضاعفات خد عندك بقى من تليف وارتجاع غضروف تاني وعدم ثبات فقرات والتهاب. حاجات كتير قوي ممكن تحصل. حاجه اسمها ديسكايتس التهاب في الغضروف نفسه. ليه انا اعرضه للمشاكل دي بدون لازمه؟ وده العيان اللي بيجي غريب يناقشني بقول له يا ابني مالكش عمليه والغضروف اللي موجود ماله خليه موجود ما هو مش عامل لك مشكله. حلو قوي الكلام. حاجه غريبه. لا ما احنا هنا احنا الحلقه دي مهمه جدا ومثيره وفيها حوار يعني قوي جدا وعلى مستوى عالي جدا. فخلينا انتقل لموضوع تاني كمان مهم. يعني ايه متلازمه التليف العضلي؟ ايه ده؟ اصل انت قلت دلوقتي من ضمن الاعراض هايل. انا بشوف ناس كتير عندها متلازمه التليف العضلي فايبروميالجيا. وانا اول يعني واحد بيبقى شخصهم وبعدين بقى سمع عندك غضروف ليك عمليه عندك خشونه ما عندكش حاجه. انا خدت منك معلومات الفايبروميالجيا بقيت اشخصها. دي حقيقه. انا خدت بالي انها حالات كتير وكله تقول له هيستوري يقول لك انا بقى لي 10 15 سنه تعبان وايه وعد على يعني كل التخصصات وسمع كل التشخيصات. التلاف العضلي ده مشكله نقص ماده الكولاجين في العضلات فبتبدا تعمل متلازمه معاها قولون عصبي معاها الام في العضلات والمفاصل فوق ال 18 نقطه الم زي ما احنا شايفين دول. يعني دول لازم يبقوا موجودين فما فوق. بعد كده بيبدا يخش بقى في مشكله كمان في الجهاز العصبي المركزي. عنده اكتئاب، عنده عصبيه، قله نوم، دوخه، صداع مزمن. فكل ده بيبدا مع الام مزمنه، جرب كل المسكنات. بيخش بقى في الدائره المغلقه دي من الم يعمل شد عضلي، يعمل اجهاد طول اليوم، يبدا يقلل نشاطه، نايم في السرير على طول، يبدا عنده خمول مش عارف يطلع من السرير ياخد ساعتين عشان يقوم. يخش في اكتئاب لانه وظايفه كلها الحياتيه واقفه. تبدا العضله تخش في تشنجات، تبدا الالم تزيد لان ماده السيتوكين بتطلع من الاكتئاب من المخ بسبب الالم ومن العضلات الملتهبه فبتعمل الام في مناطق ثانيه وثالثه ورابعه وتنتشر والنار تولع. زي ما احنا شايفين دي الصوره اللي على الشمال دي فيها التلاف العضلي نقص ماده الكولاجين تلاقيها فاتحه شويه. اللي على اليمين غامقه لان الكولاجين مكثف فيها فمديها قوه. تبقى عامله زي السجاده الضعيفه اللي ممكن تتقطع بسهوله في التلاف العضلي. فالتلاف العضلي ليه مناطق الم كتيره قوي بتلخبط بقى كل الامراض. يجي له وجع في رقبته يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في ظهره يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في رجله يقول لك ده عرق النسا، يقول لك ده عرق النسا بالظبط. يتشخص انه روماتويد ويطلع نيجاتيف سلبي ويبدا ياخد علاج الروماتويد. يبدا يتشخص انه مريض اكتئاب ويبدا ياخد مضادات الاكتئاب. يبدا يتشخص انه سكيزوفرينيا بالظبط. وفي بيعمل عمليات لو لقى غضروف صغير يقول لك ما نشيله ونخلص. يبدا يجي له تنميل في ايديه يقول لك ده خانقة عصب يعمل عمليات وما يخفش. هكذا بقى يعني تقعد الامراض تزيد وتعدي بعض وهو مش عارف عنده ايه. وعلى فكره انترناشونال يعني بيجي لي ناس من دول كتيره من بره، كندا وفرنسا والمانيا ودول العربيه جيراننا وهولندا. جالي كذا واحد كلهم تلاف عضلي بيتشخصوا بصعوبه بره، مرض مش متعرف عليه قوي، كلهم بياخدوا علاج للاكتئاب وترامادول في الاخر مسكن امن على فكره ترامادول مش زي ما احنا فاكرين يعني، بس اتاخد للي محتاجه مش كمسكن امن. هو ترامادول ده دواء غريب لو اتاخد في حاله وجود الم
وحاله فعلا الالتهاب بيبقى امن وبيبقى تاثيره جيد. صحيح، هو ده للناس اللي هتعيش فتره طويله على المسكن. فاستحسن ياخده. وطبعا بتصرف بروشتات، بروشتات طبيه للحالات زي دي. طبيه محترمه. بالظبط، ويكون بجد مش سني بقى. ارحم من بقيه المسكنات على الكلى والكبد. دي الام طبعا المتعارف عليها، ومعظم الالام يعني ده شبه عرق النسا بالملي. شايفه بياخد الفخذ من ورا. هنتكلم على عرق النسا. هو ده بيدخل في ديفرنشال دياجنوز، ما هو ده اللي هيفتح لنا الحوار كله، لانه ده احنا ده مثلا ده مشابه لحالات كتير، مشابه لعرق النسا، مشابه للانزلاق الفقاري، مشابه لحاجات هنتكلم عليها دلوقتي. صحيح. وفعلا الناس هتفتكر ان ده مثلا شبه ايه؟ ده شبه ده خشونة الكتف والغضروف العنقي. وبعدين الحالات دي بدأت اعالجها بالبي ار بي بالصفائح الدموية، الحمد لله نتائج مذهلة. ده هو ملوش علاج الا بي ار بي ده، هو عشان هو بيعوض الكولاجين. بالظبط كده، وناس اتحسنت تقريبا وصلت ل 100% في كذا شهر الحمد لله، وحياتها اتغيرت. هي في ناس بتيجي تقول لي يا دكتور انا مش مصدق ان انا بصحى كل يوم الصبح وكنت باخد 7-8 اقراص مسكن. ما باخدش حاجه دلوقتي. هو نفسه مش عارف ان هو هيعيش كده، مش متخيل يعني. حد على فكره نص فريقنا كان عنده فايبرومايالجيا، والدكتور ايمن عالجهم وبقوا كويسين. يعني لا، ده كانت في ناس يعني فعلا عندهم الم ظهر مستمر. ما شاء الله، من اول حقنه او اثنين، يعني حتى ما كلفوش نفسهم يكملوا. انا جايب لك حالات هنعرضها، حالات كانت صعبه. عرق النسا بقى. انا عايز اتكلم على عرق النسا. اوكي، عرق النسا ده اشهر مرض الناس بتتكلم عنه، هو الانزلاق الفقري مع بعض الاثنين. ليه؟ واشهر مرض واخد سمعه وحشه قوي. بسبب ان كل حاجه في الرجل يقول لك عرق النسا. يعني اي حاجه بتوجعك لدرجه قدم الرجل لو بيوجعك هيقول لك عندك عرق النسا. تشخيصات غلط، دكاتره بقت مش محترفه بتدي تشخيصات غلط. بقى مشكله العيان، بص اول ما بيسمع اول تشخيص من اول دكتور بيلزق في دماغه، وبعدين انت صعب جدا تغيره. دي حالة من الحالات اللي أنا عالجتها. مريضة عندها 50 سنة، اتعالجت قريب يعني في فبراير اللي فات، شاف عندها كسر في الفقرة الرابعة قطنية. الدايرة دي منطقة الكسر، شايف؟ هي باينة قوي. يمين وشمال على فكرة. وده زحزحة فقاري. وعندها مخارج الأعصاب الصورة اللي على الشمال دي حادثة دي مقفولين. لا، معظم الناس بتشيل تقيل فبيبدأ يسمع تك تك، كسر المفاصل. يعني بس هي ما تزحزحتش مكانها قوي، بس بقت ملخلخه. هنشوف اللي بعدها. شوف بقى ده الكارت بتاعها، انا مصور كانت الالام عندها قد ايه على اليمين، شايف؟ الام الظهر بالرجل الشمال. بالام الرقبه، ودي صوره مجمعه عاملها على العمود الفقري كلها. عندها غضروف عنق 5 و6، وعندها الزحزحه الفقاري 4 و5. مخليها الالم صاروخ على الناحيه اليمين. بالظبط، الام وماشي متقطع، بتمشي وتقعد في الطريق. دي اتحسنت جدا مع اول جلسه. في خلال شهر وصلت تقريبا فوق 50%. شايف باينه قوي الزحزحه. ودي القناه العصبيه. عشان كده انا مش بقول بالاشعه دي، طبعا اول ما بشوفها هقول لها عمليه. بس انا لما كشفت عليها وشفت الالام محتمله نقدر نصبر. والست متخوفة من العملية، فمستحق ان ناخد تجربة. ناخد محاولة للشفاء، ونجحت وتحسنت، ومع تاني مرة تحسنت اكتر. ما بيرجعش العين لورا تاني. اذا خف ما بيرجعش لورا تاني. هتقولي ازاي الفقرات لحمت؟ هي ما لحمتش، هي بقت ثابتة اكتر بسبب الاربطة قويت. فبقت ماسكة الفقرات زيها زي المفصل اللي اتكسر ده. فادت نفس التأثير. طيب دي القناة العصبية بقى، هذه الحالة اللي احنا قلنا انه مشكلة مصر او مشكلة المنطقة العربية، انه القناة العصبية ضيقة. صحيح. ضيقة. ايوه، دي معظم عملياتي بتبقى على فكرة بسبب دي قناة عصبية اكتر منها انزلاق غضروفي. لانه ما لهاش حل. ما هو دي القناة العصبية، الحبل الشوكي مزنوق زنقة. وكمان المفاصل عمالة تزيد في الوقت، والمفاصل عمالة تضغط على الأعصاب. صحيح. ايه بقى، ايه الحكاية بتاعتك؟ في حالة هعرضها برضو، ده كان عيان من المنيا عنده 54 سنة، معالجه في يناير اللي فات. عنده، شايف دي القناة العصبية، المفصل النقطتين الحمر اللي تحت ده المفصل. حصل له زوايد عظمية قفل على مخارج الأعصاب اللي هي بالأسود اللي في إيدي، شايفها؟ دي المفروض تبقى منورة أبيض، اللي هي النقط الصفرة دي المفروض داخلة لجوه. قفلت. يمكن مش واضحة، بس هنوريك الصورة اللي بعدها. فالمهم دي القناة العصبية مثلثة عنده، وعملت قفلت مخارج الأعصاب، وعنده مشي متقطع. كان بيمشي مسافة قصيرة جدا 5 دقايق ويقعد في الطريق. كان عنده بداية سقوط في مشط الرجل، ف
في الساق اليمنى. فكرة انه نعمل عملية وما تتحسنش الحالة شيء مزعج جدا بالنسبة للمريض، يعني نفسيا المريض بيفقد الثقة بقى في الطب خلاص. طبعا هو مش عامل عملية تاني لانه هو خايف تفشل تاني. زي ما انت شايف الصورة دي، ده الاكس راي اللي على اليمين، الرابعة والخامسة كولابست مقفولة على بعض، ثلاثة واربعة ملخلخة، فهو ده محتاج شرح مسامير. اللي على الشمال مخارج الاعصاب اللي هي بالصفرة دي مقفولة، شايف النقطتين السود قافلين عليها. وده قافلين تماما بالظبط. وده الراجل اتحسن جدا من 2013 ودلوقتي بقى بيمشي بعد ما كان عنده كان 64 سنة. 64 سنة بقاله 3 سنين بيمشي كويس جدا. ما شاء الله ما شاء الله كويس جدا ما شاء الله. كان عامل عملية من 15 سنة. 15 سنة ورجعت له تاني. ورجعت طب لو حدثت انه الانزلاق الغضروفي بقى زي حاد او منفجر بشكل حاد هايل، الحد ده يختلف عن المزمن؟ حد ده ما تجيش جنبه، سيبه بجد والله، سيبه فترة علاج تحفظي، لازم تسيبه. يعني لو لسه حد حصل له غضروف عنده فرصة كبيرة جدا يخف لوحده. سيبه اسبوعين ثلاثة بالعلاج التحفظي هيخف، 90% منهم هيخف. ما تستعجلش تعمل له عملية لان هو في الاول الغضروف معبي مية، فعص العصب والتهب بشوية، بيقل الالتهاب، بيقل المية، حجمه بيقل، يتحسن جدا. في ناس بتاخد علاج بترجع لي انا مش عارف مين اللي داخل ده، انت كنت داخل بتعيط وبتعرج، ايه ماشي كده ازاي؟ بس بالعلاج. بس بالعلاج. فالحد لازم تسيبه وتظبط. المزمن بقى اللي عدى في مراحل فشل ومحتاج عملية، ده هتعمل له عملية. حالة مهمة جدا، انزلاق غضروفي منفجر. منفجر. ده راجل جميل بقى ده. كان بيجي لي من اسكندرية، جالي بيقول لي انا بمشي 20 متر ببقه 20 متر. عنده انفجار زي ما انت شايف الرابعة والخامسة على ناحية اليمين. وانا قلت له، وهو طبعا خايف، كل الناس خايفة من العملية. قلت له هنجرب البي ار بي، اتحسنت بيه هنكمل، ما تحسنتش التحاليل مكتوب على ظهر الروشتة اعملها لي وتعالى. جالي بعد شهر قال لي انا ماشي من ميدان التحرير لعيادتي ده 3 كيلو. قال لي انا جالك ماشي 3 كيلو. قلت له اخبارك ايه؟ قال لي انا 80% تحسن. قلت له خلاص احنا هناخد تاني مرة وما تجيش تاني. خد تاني مرة وتحسن قوي، جالي بعد 3 اشهر قال لي ظهر وجعني جدا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كان في عندي عربية كده، هو بيشتغل في حاجات تجارة وما كانش في حد، فهو شال 4 طن. فض عربية 4 طن. فض عربية 4 طن. ظهر وجعه شوية انما رجله سليمة وبيمشي زي ما بيمشي برضه بيهرج. راجل اتظبط يرجع يشيل 4 طن، ده دمهم خفيف يبقى. بس انا اتبسطت طبعا انه مستحمل يشيل 4 طن. يشيل 4 يعني ده وجع وهو جالك يعني بعد ما بعد بعدها بقى جالي تاني بعد ما تعالج بعد ال 4 طن. 100% تحسن. كان بيعرض لي على اشعاعات حد تاني يعني. البي ار بي بقى، البي ار كيف يجهز؟ كيف يجهز؟ احنا بناخد دم العيان بنفصله، ناخد منه الصفايح وبعدين نحقنه. هنشوف دلوقتي بالتفصيل الحكايه دي. الحقن ما بيوجعش. والبروسيس كلها اي عمليه ما بتاخدش وقت. بس بيحصل الام خفيفه اسمها الام الشفاء، زي ما قلنا قطار الشفاء بينطلق من الجيوب. مش كل الناس، مش كل الناس بالظبط. انا شفت ناس ما عندهمش عادي يعني. في ناس بتيجي وناس ما بتجيش. انا شفت ناس انا عارف. بس يعني اذا جه الام خفيفه زي الرياضه وحاجات كده ده مش حاجه وحشه يعني. وبعد كده بيتحسن، ممكن واحده ورا الثانيه يوصل نتائج حلوه. عظيم جدا. هل في تعليمات قبل الحق؟ نكون موقفين مسكن قبلها بيومين ثلاثه، وبعدها باسبوع ما ناخدش مسكنات او مضاد التهابات بعد الحق. بعد الحقن عشان ما نوقفش برضو عملية التصليح. التلغراف المهم بقى، لان احنا هنشوف طريقة التجهيز، لكن التلغراف المهم اللي ممكن تقوله او تكتبه لاي مريض. التلغراف المهم للمريض وللدكتور، ما تتسرعش في عملية مش محتاجها. اي حد اتقال له عملية حاول تاخد رأي كذا واحد معاك تاني او كذا دكتور تاني. بعد كده التلغراف الثاني، دايما في امل، دايما في امل انك تخف، دايما في امل ترجع كويس. مفيش حاجه اسمها فقدت الامل، احنا ما بنفقدش الامل لان ربنا موجود وربنا اللي بيشفي الجميع. واذا فقدنا الامل ده ذنوب يعني، ده معصيه. لازم دايما عندنا امل في ربنا وعندنا ثقه في ربنا، نختار بس الدكتور كويس نبدا معاه
وان شاء الله هنبقى كويسين. كل الشكر والتقدير ضيف العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ دكتور ايمن عنب، استاذ جراحات العمود الفقري والمخ والاعصاب بكليه طب قصر عيني، وطبعا صاحب دبلومه علاج الالم بتنظيم فسيولوجيا الجسم، وزميل الجمعيه العالميه للجراحات مناظير العمود الفقري بفرنسا، وصاحب الحضور الكبير واحد القلائل الموجودين في الشرق الاوسط الجامعين بين العلاج التحفظي بالبي ار بي والاسلوب الجراحي التقليدي. تعالوا نشوف ازاي بيتعمل البي ار بي.